نعم حمدان، يعني هو يعتبر منجز يضاف للمنجزات الوطنية التي تخدم المعتمرين والحجاج وقاصدي المسجد الحرام، وهو مشروع حافلات مكة والذي يأتي ضمن نطاق الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. أولى هذه الرحلات انطلق في تمام الساعة 5:30 من صباح هذا اليوم، ناقل المعتمرين القادمين من المدينة المنورة وعبر محطة قطار الحرمين باتجاه المسجد الحرام. أستزيد حديثا حول هذا المشروع مع سعادة الدكتور ريان الحازمي، وهو المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة حافلات مكة المكرمة. مرحبا بك معنا دكتور ريان، اليوم نبارك للجميع انطلاق هذا المشروع، كيف سيسهم في جودة خدمة ضيوف الرحمن تزامنا مع رؤية المملكة 2030؟ أولا حياكم الله وصبحكم الله جميعا بالخير. أطلقنا اليوم في الهيئة الملكية ممثلين بمركز النقل الموحد النقل المرحلة التجريبية لمشروع حافلات مكة، ابتداء من محطة قطار الحرمين إلى محطة جبل عمر، ومتبوعا في الأشهر القادمة ب 12 مسار موزعة على جميع أنحاء منطقة مكة، تخدم 450 محطة تقريبا، تخدمها 400 حافلة. عدد المسارات مغطية بمدة أو بمسافة 280 كيلومتر مربع كيلومتر، وأيضا يوجد 4 محطات رئيسية حول المنطقة المركزية تخدم الحجاج والمصلين وسكان مكة المكرمة وانتقالهم من وإلى المسجد الحرام. نعم، اليوم كيف كانت انطلاق أولى هذه الرحلات؟ اللهم لك الحمد، انطلاقة كانت بسلاسة، تم استقبال الركاب ونقلهم من وإلى قطار الحرمين بطريقة سلسة، وكما ترون جميع الحافلات موجودة وجميع الركاب ينتقلون من محطة قطار الحرمين لمسجد الحرام بسلاسة، اللهم لك الحمد. نعم، نحن اليوم يعني نعيش مرحلة تجريبية تدريجية، اكتمال المشروع واستفادة المعتمرين والزوار منه بشكل رسمي. المشروع بدأ اليوم بهذا الخط أو بهذا المسار، وسوف يمتد تدشين المراحل المستقبلية خلال الأشهر القادمة، حريصين أن تقدم الخدمات للمعتمرين والزوار وأيضا سكان منطقة مكة أو مدينة مكة. يوجد عدد محطات منتشرة على الطرق الرئيسية وأيضا على الطرق الفرعية. طيب احنا ندخل الباص دكتور إذا سمحت لي. زميلي حمدان، احنا سوف ندخل داخل هذه الحافلة، حافلات مكة والتي تأتي تحت إشراف الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يعني كما ترى هذه الحافلة تعتبر من أحدث الحافلات التي تسهم في نقل المعتمرين والزوار والمصلين من هذه المحطات الرئيسية إلى المسجد الحرام. دكتور ريان، خلينا نتحدث عن هذه الحافلة وجاهزية. أولا الحافلة مجهزة بكل وسائل الراحة، وأيضا فيها كل وسائل السلامة، أيضا مجهزة بأنظمة هيدروليكية تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة لركوب هذه الحافلة والخروج منها بسلاسة. جميع هذه الحافلات مجهزة بأنظمة تتبع لتتبع سرعة المركبة أو انطلاقها من نعم. طيب هذه اللوحة، هذه اللوحة تظهر للركاب المسار الذي سوف تسلكه هذه الحافلة ونقاط التوقف ومدى والوقت المستغرق للوصول من محطة إلى أخرى. طيب طبعا النقل ترددي من وإلى المسجد الحرام دكتور ريان؟ في هذا المسار حيكون النقل ترددي، في المسارات الأخرى يوجد لدينا العديد من المحطات ونقاط التوقف لكي تخدم أكبر شريحة ممكن من السكان والزوار بإذن الله. استيعاب الحافلة التي نحن فيها، تفضل استيعاب الحافلة. يوجد في المشروع أكثر من 400 حافلة موزعة بين 240 حافلة عادية تخدم 5 بطاقة استيعابية 85 راكب، وأيضا لدينا 160 حافلة مفصلية تخدم 125 راكب في كل رحلة. طيب في سؤال مهم جدا، اليوم الحافلات هل هي مجانا أم برسوم يتم دفعها من قبل المعتمر وكل من يستخدم هذه الحافلة؟ حرصة الهيئة الملكية عند تدشين الخدمة التجريبية أو المرحلة التجريبية لهذه الخدمة بأن تكون هذه الخدمة مجانية
لقياس جودة الخدمة وأيضا قياس مدى رضا الراكبين من زوار وساكنين، لأنهم هم شركاء النجاح أولا وفي النهاية. طيب خلينا أيضا دكتور نتحدث عن هذه الحافلات، هي حافلات حديثة، حافلات تتميز بميزات كثيرة جدا. النقل الترددي في اليوم، عدد الحافلات التي سوف تنقل من وإلى المسجد الحرام؟ تعمل الحافلات بالتزامن مع الرحلات القادمة عن طريق قطار الحرمين، ويوجد عدد كافي ووافي من الحافلات التي تستوعب جبيد عدد الركاب. طيب خلي أيضا زميلنا المصور إذا تسمح لي دكتور ريان أيضا يأخذ هذه اللقطات لهذه الحافلة. طبعا عدد الركاب في هذه الحافلة 44 راكب؟ لا، في هذه الحافلة 85 راكب، لكن حريصين بأن يكون في النقل الترددي فقط 40 إلى 45 راكب. طبعا هو إجراءات احترازية أم لهذا العدد المسؤول؟ لتقديم خدمة أفضل لزوار بيت الله الحرام. طيب دكتور أيضا هناك الكثير يتساءل عن حافلات مكة المكرمة، هي نحن نشاهد أن هناك نقاط للتجمع على جميع مستوى العاصمة المقدسة، متى سوف تكون مفعلة لاستخدام حافلات مكة؟ زي ما بدأنا هذا الحوار، حيكون هنالك مراحل مختلفة للتدشين. نحن في المرحلة الأولى التجريبية، وبإذن الله خلال الأشهر القادمة سوف يعمل هذا المشروع بكافة طاقة الاستيعابية. طيب أنا أشكرك دكتور ريان الحازمي، وأنت المتحدث الرسمي باسم الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحافلات مكة، على هذا الشرح الوافي والكافي، وأيضا انطلاق هذا المشروع الحيوي والذي يأتي تزامنا مع رؤية المملكة 2030 وأيضا خدمة ضيوف الرحمة. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. طيب زميلي حمدان، يعني كما تشاهد هذه الحافلة، يعني هي تعتبر من أحدث الحافلات، هناك مقاعد أو بعض المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا أمر مهم جدا حتى تستوعب الحافلة جميع الفئات العمرية، وأيضا تستوعب ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم يكون العمل هو تجريبي لحافلات مكة المكرمة، بمشيئة الله تعالى عند اكتمال المشروع سيستفيد من المعتمرين ويستفيد من الحجاج بمشيئة الله تعالى، وهذا يأتي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، ونحن على مقربة أيضا من شهر رمضان المبارك بلغ الله الجميع. سوف تدخل الكثير من الحافلات الخدمة، وسوف تنقل أعداد من جميع النقاط المحيطة بالحرم المكي الشريف من وإلى، وهي تساهم في جودة الحياة. نعم، وهكذا دائما ما يقدم مشاريع نوعية من خلال إن كان في مكة المكرمة أو حتى في المدينة المنورة، خدمة دائما لقاصدي بيت الله الحرام من معتمرين وزائرين وحجاج. أشكرك جزيل الشكر مراسل الإخبارية الزميل أيمن أثبيتي، كنت معي من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.